هلا الالجوريثم الخامس اللي هو المودرن تكنيكس. وفي المودرن تكنيكس صرنا نستخدم اشياء زي مثلا فازي لوجيك. فالفازي لوجيك بنصير نقول مثلا بناخذ الفيدباك الفاريبل والديريفيتيف تبعت الفاريبل فرضا مثلا، وبنعمل تيبل فيها اف ذن رولز، وبنستعمل تعابير زي لارج مثلا، ميديوم، تو لارج مثلا، سمول مثلا، ميديوم، كذا كذا. وعلى اساس هذه الرولز بنطلع على تيبلز، نعمل فازيفيكيشن، مش الانبوت بنعمله فازيفيكيشن، بعدين بنطبق عليه الرول، بعدين بنعمله دي فازيفيكيشن. هاي احد الرولز. وجدوا احيانا انه هاي بتشبه الى حد اكبر تشبه تفكير الانسان، ولذلك احيانا بتعطيني فاريبلز احسن، يعني كنترول احسن بكثير من الكنترول التقليدي. هاي احد الطرق الفازي لوجيك. النيورال نتوركس كمان استخدمت. نيورال نتورك ممكن استخدمها ككنترولر، لكن ممكن كمان استخدم نيورال نتورك، وهذا شيء مختلف عن هون، كموديل. اذا انا عندي الموديل كبلاك بوكس، اذا عندي البلانت كبلاك بوكس وانا مش عارف الموديل تبعها الداخلي، يعني هون بلاك بوكس، بلاك بوكس يعني مش انه لونها اسود، انه انا ما بعرف شو اللي داخلها، بس انا في عندي عدد من الانبوتس وبقدر اراقب عدد من الاوتبوتس فرضا، او ممكن يكون سنجل انبوت سنجل اوتبوت. مش هذا البلاك بوكس، انا بقدر اتعلم اشياء عنه اذا صرت اعطيه انبوتس واراقب الاوتبوتس المصاحبه لها، بعدين ارد اعطيه انبوت ثاني واشوف الاوتبوت المصاحب لها كمان انبوت ثاني والاوتبوت المصاحب له. من دراستي لهذول الانبوتس والاوتبوتس بعمل شيء اسمه سيستم ايدنتيفيكيشن، بتعرف على السيستم، بقدر اتعرف على السيستم. فاحد الاشياء اللي استخدمت في الموديلنج له هو النيورال نتورك. النيورال نتورك بيقدر يعمل موديلنج لنون لينير كومبلكس ريليشن شيبس، فبامكاني انا هون بتدريب النيورال نتوركس ادربه بحيث انه هو يعمل موديلنج للبلانت. لكن كمان ممكن استخدم النيورال نتورك ككنترولر، انه يصير هو محل الكنترولر في له انبوتس. المشكله الرئيسيه بالنيورال نتوركس انه ما بيقدر يفسر لي ليش وصل لهي النتائج. يعني كثير من الاشياء احنا بنحب نعرف ليش وصلنا لهي النتيجه، ايش التفسير الفيزيكال. النيورال نتورك ما بيقدر، النيورال نتورك بس بتعلم الريليشن شيبس وبعطيني الاوتبوت المناسب للانبوت. كمان احيانا في هلا صار انواع مودرن فاليوز ادابتيف كنترول. الكنترولر في كل الاشياء اللي احنا درسناها لحد الان ما بتغير مع الوقت، مش هيك؟ اذا حطيت كي بي وحطيت تي اي وتي دي ما بغير نفسه، لكن صار في الان كنترولرز هي بتعمل ادابتنج لنفسها. يمكن اعمل انا ادابتيف بي اي دي كنترولر، يعني عمالها بتغير قيمه كي بي حسب الاوتبوتس اللي عمالها بتطلع معها. فممكن اذا البلانت عمالها بتتغير او في مشكله بتتغير في البلانت، يكون هذا الكنترولر ادابتيف، يعمل ادابتنج للتغير اللي بصير. وهذا طبعا فرع كامل في الكنترول اسمه ادابتيف كنترول. في كمان عندنا اوبتيمال كنترول، والاوبتيمال كنترول بيحاول انه يعمل اوبتمايزيشن لفاريبل معين. احيانا كمان بعض الارتفيشال انتليجنس يستخدم مثلا. بشكل عام ممكن نحط احنا نقول الرول بيست كنترول، اللي هو مش شرط يكون فازي. رول بيست زي تتذكروا البندلم، شفتوا الانفيرتد بندلم فرجيتكم اياه، حتى اعمل له اريكشن للانفيرتد بندلم مثلا، ممكن استخدم رول بيست كنترول. اف كذا مثلا وكذا مثلا، حرك زيد الفاليو مثلا، هذا بدون فازي، مش شرط يكون فازي، رولز عاديه، بس رولز عاديه بستخدمها. وفي كمان مثلا جينيتيك الجوريثمز تستخدم كمان ككنترولر. في اشياء كثيره تستخدم وكل وحده لها ادفانتجز وديس ادفانتجز، ممكن بعضها مناسبه. يعني يمكن لو عندي انفايرمنت بضل الموديل يتغير فيه باستمرار، ممكن استخدم ادابتيف. ممكن مثلا ممكن انت تعمل تبني بي اي دي كنترولر. البي اي دي كنترولر هاي بتراقب الانبوت والاوتبوت دائما تبعت البلانت، ومع الوقت بتضلها تعدل الكي بي والتي اي والتي دي حسب البارامترز اللي عم بتصير. فبتلاقي هاي الكنترول اللي عمالها بتتعلم من البلانت او عم بتغير الوضع تبعها للبلانت. حتى صار هلا في اشياء فيري مودرن بتغير الستركتشر تبعها الكنترولر، مش بس بتغير البارامترز، يعني مش ستراكشر ثابت والبارامترز بتغيروا، صارت كنترول تغير الستراكشر تبعها كامل. هذا فيري فيري مودرن، يعني كونسبت فيري فيري مودرن، انه ستراكشر كله بتغير تبع الكنترولر. اوكي وقف يا